جمعة مباركة، ويا رب يوم جميل سعيد عليكم جميعا. هابي بيرث داي للقصير المكير مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي. طبعا كلنا بنقول له كل سنة وانت طيب، ويا رب أيامك كلها مع النادي الأهلي تكون أعياد فأعياد في بطولات. أخبار النادي الأهلي وقصة أزمة دفاع النادي الأهلي، شايفة كل السوشيال ميديا بتتكلم عن الصفقات الجديدة التي لا يعلمها إلا الله ومارسيل كولر وكابتن بيبو وأمير توفيق، وما أعتقدش إن في حد كمان عارفها. كل الناس بتحط التاتش بتاعها، كل الناس بتقول وجهات نظر لا أكثر. أنا الكلام ده قلته قبل بحلقتين، قلت ان معلومات الصفقات دي ما بقتش مشاع، ما بقاش الموضوع زي الاول، علشان النادي الاهلي عنده من الذكاء ما يكفي ان هو يحافظ على صفقاته. فكل الكلام بتاع مارسيل كولر بيدور على مدافعين، مارسيل كولر بعد ما خط الدفاع اتضرب، والكلام الغريب ده مش حقيقي خالص. رامي ربيعه، عبد المنعم، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، متولي، ودي الازمه اللي الناس شايفاها حاصله. طبعا يا جماعه عايزه اطمنكم وجدا كمان، اللعيبه اللي مش موجوده دلوقتي او اللعيبه اللي انا ذكرت اسمها دي ومصابه ان شاء الله هترجع. يعني احنا دلوقتي عندنا فتره توقف، وجت في المصلحه، يعني جت في الصميم في وقتها بصراحه، لان رامي ربيعه عنده مشكله بالضلع، وان شاء الله هيرجع قبل فتره التوقف ما تنتهي هيكون رامي ربيعه موجود. طيب متولي عنده مشكلة وهيقعد فترة يعني ما لا يقل عن شهر، فطبعا كده كده متولي عارفين ان هو هيغيب عن مباراة الكأس القادمة. عبد المنعم العملية الحمد لله تمت بنجاح، وهيتمرن وهيكون لابس الماسك بتاعه، فما فيش مشكلة خالص. ايمن اشرف المشكلة دي موجودة من زمان، قصة الرشح اللي موجود عنده في الركبة، فقرر ان في الوقت الفاضي وقعد ما بيعملش حاجة. لا طب احنا دلوقتي مفيش اي حاجة، لما نروح نشوف القصة دي فهيسافر علشان يشوف ازمة الركبة، وان شاء الله يرجع بالسلامة ويكون الفترة مش كبيرة. ياسر ابراهيم عنده اجهاد عام، يعني المشكلة مش إصابة مثلا كبيرة أو حاجة، لا أكيد هيبقى إن شاء الله في الفترة اللي جاية هنقدر إن إحنا نتخط قصة الإجهاد مع ياسر إبراهيم، فما فيش أزمة ولا حاجة. عندك مغربي، عندك محمد هاني موجود، فما فيش مشكلة خالص خالص في دفاع النادي الأهلي. حبيت أوضح بس القصة علشان الإخوة الهبيدة اللي عمالين يقولوا لك إن كولر بيدور على مدافعين، كولر بيدور على، واتطرح أسماء كتيرة أنا مش هذكرها طبعا علشان ما نخليش الموضوع ينتشر أكتر. بالنسبة لليقين بقى اللي احنا متأكدين منه خلاص، محمد محمود وزياد طارق الاثنين هيطلعوا على سبيل الإعارة في الانتقالات القادمة في شهر يناير ان شاء الله. اما بالنسبة للشحات مفيش اخبار مؤكدة، هل الشحات هيمضي العقد الجديد، هل النادي الاهلي هيجدد لحسين الشحات، هل كولر عايزه او مش عايزه، هيطلع إعارة هيطلع بيع، الله اعلم، ما عنديش خبر بصراحة. لسه الكلام ما فيش فيه حقيقة علشان برضو ما حدش يضحك عليك ويقولك ان الشحات خلاص ماشي. أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي، ده مبدأ فعلا مهم جدا في حياتنا، وحاجة كان لازم أذكرها في الحلقة، وهو شطب هناء حمزة وأبو حمالات. هي جت متأخرة شوية، كنا نتمنى من قبل أن احنا ما نشوفش اسم أبو حمالات ده مقترن بالنادي الأهلي أبدا أبدا، ولكن الحمد لله الخطوة جت في ظل وجود أزمة اقتصادية على مستوى العالم كله. أنت بتكلمش بس في مصر أو في إفريقيا، لا على مستوى العالم كله، في كورونا، في أزمات كبيرة جدا جدا اقتصادية. تبص كده على النادي الأهلي وميزانية النادي الأهلي تحس أن أنت عايز تفضل ماشي ورافع راسك كده وباصص في السماء، يعني عارف الفخر بقى والفشخرة. هقول لكم بقى فشخرة مش فخر، عدنا مرحلة الفخر بحبة. ميزانية النادي الأهلي الخيالية والأضخم مش بس في مصر وكمان في إفريقيا كلها، 3.787 مليار، وحققت صافي ربح. واخدين بالكم من كلمة صافي علشان الناس اللي ما بتفهمش شوية في الحتة دي، احنا بنقولش أرباح، أصل انت الأرباح اللي بتحققها بتطلع منها اي مرتبات هنا ومش عارف ايه ومية ونور وكهرباء وحسابات بتاعت البيت دي. طيب انا بحاول ابسطها لكم طبعا عشان الناس البسيطة تبقى فاهمة انا بقول ايه. احنا بنتكلم في صافي ربح، يعني ده الصافي اللي دخل نادي الاهلي 149,853,000، ومدياكم بالارقام الدقيقه عشان انا خايفه اقول 150 مليون يطلع فزلوك افندي ويقول لي الرقم ده مش حقيقي. فحاجه تدعو للفخر، حاجه تدعو للسعاده.
ما ينفعش حد بعد كده يجي يقول لك انتوا ليه بترعوا النادي الاهلي بالارقام دي او جايبين المبالغ دي للنادي الاهلي للشركات طبعا السبونسرز بتوعنا، ويبصوا عندهم يلاقوا يا عيني 2 جنيه الا ربع حتى مش محصلين دلوقتي ما بقاش فيه خالص. فما ينفعش تقارن وما ينفعش تتكلم لان احنا في حته تانية خالص خالص. كمان من ضمن الكلام اللي عجبني قوي من الدكتور سعد شلبي كان كلام كتير جدا جدا، انا جبت بس اللي لفت نظري انا او اللي حبيت اقوله لكم، ان شركه النادي الاهلي للانتاج الاعلامي اصبحت مستقله تماما وغير مديونه لاي جهه بعد تسديد 100% من راس مال الشركه. يا جماعه والله العظيم انت لازم يعني اللي مش اهلاوي ده انا بيصعب عليا، يعني انا ما ببقاش عايزه ولا اتنمر عليه ولا اسف عليه. على فكره انا احيانا بقول كلام على سبيل الدعابه والهزار لاصدقائي الزملكاويه اللي انا بحبهم جدا وبعزهم المحترمين، طبعا الناس اللي مش مهذبه وبتدخل تشتم دي انا ولا شايفاهم اصلا، بس انا بجد بجد انتوا بتصعبوا عليا. يعني لما بتقعد تسمع الانجازات لما بتشوف الارقام دي، ارقام دي انت ما بتشوفهاش في حته خالص، يعني يا عيني ما بتشوفهاش في حته خالص ولا بتسمع عنها الا في النادي الاهلي. حتى لو بتحاول تقارن النادي الاهلي بتقارنه بقى بريال مدريد، بتقارنه بمانشستر سيتي، بتقارنه بانديه عظيمه، ما بيقترنش اسمه بانديه تانية تحت بير السلم. فبجد بجد الارقام دي لازم تخلينا كلنا سعداء ولازم نتكلم عنها ونتكلم عنها كتير قوي. افتتاح الفرع الخامس للنادي الأهلي بالتجمع الخامس إن شاء الله هيكون آخر الشهر الجاري. من عظمة لعظمة أخبار النادي الأهلي كلها تفرح وتشرف على عكس الأخبار الأخرى أو الأندية الأخرى اللي زي ما قلت أنا مشفقة عليكم. مشفقة عليكم ليه؟ لما تشوف مبادرة في تفتح تلفزيون تلاقي معظم القنوات كاتبين مبادرة أخلاقنا الجميلة. انا مش بفتحه كتير قوي ومش بتابع بشكل كويس، بس كل ما افتح الاقي دايما ده بيطلع قدامي اخلاقنا الجميله. فاخلاقنا الجميله بلاقي افلام كلها اسفاف وعبده موتة ومش عارف مين شفه ومين شفطوره واسلحه وواحد ابيض واحمر وحاجات غريبه جدا جدا ما ينفعش ابدا ابدا ان احنا نتفرج عليها. غير يا عم الافلام دي تلاقي مسلسلات حبيشه ومش عارف البرنس وحاجات على نفس الوتيره. شيل يا ابني الافلام دي، افتح التلفزيون خليك في الكوره. تلاقي قنوات مفترض ان هي قنوات رياضية، لا هي بتحولت لقنوات ثقافية. فعليا فعليا كلام بذيء. على فكرة انا ما شفتش البذاءات دي في التلفزيون، انا المقاطع شفتها على السوشيال ميديا، يعني عشان بس حد يقولي طب ما تتفرجيش وما تفتحيش. بتكلم على اولادنا، بتكلم على شبابنا، بتكلم على الناس اللي الترفيه بالنسبة لهم بس التلفزيون، ما عندهمش حاجة تانية يعني يتفرجوا عليها او يرفهوا بيها غير ده، وابتعدوا عن كل الاسفاف بتاع اغاني هبطه بتاع مسلسلات هبطه، بيتفرجوا على الرياضه. فيلاقوا الفاظ ما بتتقالش في حته، يعني انت لو دخلت بيتك وقفلت بابك عليك وعشان ما تسمعش اي حاجه مش كويسه بتتقال في الشارع، فدي هتخش لك جوه بيتك على التلفزيون. والناس اللي ما بتتفرجش على القنوات بتفتح سوشيال ميديا بس، والشباب معظمهم كده هيتفرج غصب عنه. وانا بلوم كل اللوم على الاهلاويه اللي بيعملوا ريتويت للمقاطع دي وبيعملوا شير على الفيسبوك للمقاطع دي، لان بجد انا يعني انا مش مصدقه. يا جماعه هو ده فوتوشوب؟ يعني اللي انا شفته الحركات البذيئه اللي اتعملت والكلمات اللي اتقالت والله العظيم فوق مستوى الخيال، يعني فوق مستوى الخيال بجد، حاجه كده مش طبيعيه. فين مبادرتنا بتاعت اخلاقنا الجميله؟ يعني اخلاقنا الجميله دي هو انتوا تقصدوا اخلاق تانية غير اللي احنا عارفينها؟ عشان بس احنا نبقى فاهمين. فحاجه بجد بقت مقززه جدا، وده ينتمي لنادي الزمالك، ده رئيس نادي الزمالك. فلما ارجع اتكلم والناس تخش تقولي كلامي عن نادي الزمالك بادب، انا ما بتكلمش عن نادي الزمالك، انا بتكلم على الرموز، انا بتكلم على الرمز الكبير اللي انتوا بتدعموه. اتكلم بادب ازاي اذا كان الراجل طالع بيقول كلام؟ لو انت كراجل، لو انت كراجل، عشان معظم الكلام بيبقى موجه من الرجاله، تقبل ان زوجتك او بنتك او اختك تسمع الكلام ده وتشوف الحركات دي، فخلاص يبقى ما عنديش مشكله خالص. تبقى دي مشكلتك ان انت عندك في فيوز كده في مخك محتاج ان هو يتشال، او احتمال مخك كله تبقى الفيوزات بتاعته ضربه، لان الموضوع بجد زاد عن الحد. والناس اللي عماله كانت بتقول لي ان شاء الله النهايه قربت، انا مش متفائله. انا بقالي كام حلقه بقول لكم ان انا مش متفائله، انا مش متفائله ومش متوقعه ان العروسه دي هتتشال. والعروسه دي لو اتشالت هيبقى في عروسه تانية بديله، واسمعوا الكلام ده وبيفتكروني لما تيجوا تجيبوا لي عيش وحلاوه، عشان انا ما بحبش حلاوه، انا بحب الجبنه، فهتقولي جبنه ومحدش يجيب لي حلاوه. على ذكر نادي الزمالك خليني اكلمكم عن قصه امام عاشور اللي ارتبطت جدا باسم النادي الاهلي الايام الماضيه.
امام عاشور بيساوم نادي الزمالك وبيقول لهم يا اما تعلوا العقد بتاعي وتخلوه زي احمد سيد زيزو، يا اما انا في الخلعون. الخلعون ده بقى يبقى اوفر خليجي، يبقى النادي الاهلي مش هتفرق، اللاعب ما عندوش مشكله انه يروح النادي الاهلي. انا عندي مشكله، عندي مشكله ان اقول لكم ان النادي الاهلي لم يفاوض اصلا امام عاشور. لاعب كويس وكل حاجه، ولكن النادي الاهلي عنده البديل الاكفأ بكتير في المركز ده من امام عاشور. فقصه ان في كلام، الكلام ده طبعا بيبقى طالع من وكيل اللاعب علشان يعلي سعره، علشان يعني يخلي الكفه بتاعته تكون راكحه اكتر في المفاوضات. فبالوقت الحالي على فكره، عشان انا اتكلمت في القصه دي قبل كده ووضحت في بعض الاشياء بتبقى في الوقت الحالي مقفوله بعد كده بتتغير، ولكن انا بتكلم على الوقت الحالي. الوقت الحالي النادي الاهلي لم يفاوض امام عاشور ولا حاجه، والاوفرز اللي جايه لامام عاشور مش بالقدر الكبير اللي الناس بتتكلم عليه ولا حاجه. برضو حابه اقول ان اللاعب فعلا من وجهه نظري انا، هو مش هقول عنده حق، بس هقول هو لازم يبقى فيه تعليه للاجر بتاعه او للراتب بتاعه او للعقد بتاعه، لان فعليا انا بشوف ان نادي الزمالك بالوقت الحالي هو قائم على امام عاشور واحمد سيد زيزو فقط لا غير، الباقي كله بلح. فان اللاعب يقول انا عايز اجدد بشكل مرضي او عايزك تعمل لي ابجريد للعقد بتاعي، ما ينفعش يبقى فيه خياره فقوس، ما بشوفش انها تطاول من اللاعب علشان يبقى فيه هجوم كبير عليه من جماهير نادي الزمالك. طيب خليني اكلمكم بقى عن فيتوريا وتصريحاته اللي انا مش هقولها كلها عشان ما اضيعش وقتكم، ولكن الابرز واللي يهمنا ان الراجل بيقول ان هو كل لاعب بياخده بيتكلم مع الجهاز الطبي بتاع المنتخب ويقول لهم اتكلموا مع النادي واعرفوا لي الهيستوري بتاعت اللاعب، لو في اي لاعب بيعاني من مشكله فلازم تبلغوني بيها. وان هو اكيد اكيد ما وصلوش اي حاجه من الجهاز الطبي، وما فيش اي حاجه حصلت ولا اي تشخيص ولا اي بروجرام ولا اي حاجه تماما وصلت لايد فيتوريا، وان اللاعب نزل اتمرن وبعد كده جات له اصابه ما عرفش ايه سبب خروجه. ولما سالهم هو ايه السبب للي حصل قالوا له ما عندناش اي معلومات طبيه او ما عندناش اي معلومات ان اللاعب ده بيعاني من شيء، جريمه وكارثه وكل حاجه. يعني انتوا بجد التصريح ده كارثي بما تحمله الكلمه من معنى. شوفوا كده يا جماعه بين السطور، الشخص ده ان كيس انه بيقول الحقيقه، انا الله اعلم ما دخلتش بقى جوه الانسان عشان اعرف، بس لو هو بيقول الحقيقه فعلا، فمين ليه مصلحة في ان هو يخفي عن فيتوريا ان اللاعب ده عنده هيستوري صعب جدا مع المرض او مع مشكلة كان بيعاني منها الفترة الماضية، وكان عنده تأهيل وكان عنده صليبي وكان عنده صليبي، قصة كبيرة جدا جدا. مين اللي اخفى الكلام ده؟ يعني الإجابة أعتقد إن هي معروفة، ده في حالة إن هو بيقول الحقيقة. ما أعتقدش إن هو هيطلع هيكذب، يعني بيتهيألي هو دماغه طبعا أكيد أكيد أنا عارفة إن هي موجهة، وكونه إنه بينفي إن هو مش موجه من حد ده مش هيخلينا طبعا نقتنع بكلامه، لأن كل حاجة واضحة وضوح الشمس، خصوصا تصريحاته بخصوص كريم فؤاد. فلازم نعرف كم مين السبب ومين اللي بيخفي الأدلة، اللي دايما بيخفي الأدلة بتاعت النادي الأهلي، حد يخبي جواب، حد يخبي بروجرام. فمهزلة بتحصل علشان والله مصلحة المنتخب قبل أي حد، علشان بجد إحنا وصلنا لمرحلة المنتخب بتاعنا لا شكل ولا ريحة ولا طعم ولا أي حاجة خالص. عايزين عدالة إزاي في التحكيم وإنت نفسك ما بتديش الحكم حقه؟ منتظر إيه من حكام بيقعدوا يحكموا سيزن كامل وتيجي تقول له المرتب لا تعالى بكرة، لا تعالى بعده، لا تعالى آخر الشهر، وكعب داير وسفر وانتقالات على حسابنا، ونيجي نقول هات الفلوس لا معلش احنا الست نوال قفلت المكتب تعالى بكره. لجنه الحكام طلعت واتكلمت في المستحقات بتاعه كاس الرابطه السيزن الماضي. طيب لما روحنا عايزين فلوسنا يا جدعان، ده السيزن الجديد هيبتدي. قالوا لهم مالناش دعوه، روح لاتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره هو المنوط بالحكام ولجنه الحكام. لما راحوا على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره قال لك لا، بطوله كاس الرابطه تابعه للرابطه، فاحنا مالناش دعوه. وهم واقفين يا عيني في حزب اس في النص، ولا خدوا فلوسهم ولا هياخدوا فلوسهم، وحاجه منتهى المهزله. قبل ما تحاسبهم حاسبهم. هختم حلقه اليوم باخبار كاس السوبر الافريقي، والكلام ده نقلا عن الاستاذ الصحفي محمد سعيد اللي دايما بيمدنا بالاخبار الصحيحه فيما يخص الكاف. في اجتماع حصل في الأيام الماضية ما بين مندوب الكاف والفيفا، وتم الاتفاق على التالي: سوف يتم تدشين شركة رياضية ستكون هي المسؤولة عن كل الأمور المتعلقة بدوري السوبر الإفريقي في حالة إقامتها، علشان في كلام كتير جدا 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 إن البطولة لن تقام. أنا من كل قلبي والله بتمنى إن البطولة دي ما تتعملش. البطولة دي فعلا ما هي إلا استنزاف للعيبة،
هتبقى اجهاد للعيبه بغض النظر عن ان الناس بتتكلم على الفلوس يعني او الربح المالي الكبير جدا اللي هيجي لهم من ورا البطوله، ولكن ان انت تركز هنا وتركز هنا وتركز هنا، فصدقوني التركيز هيبقى صفر في كل البطولات. ما ينفعش تبقى بتلعب في كل حته مهما كان عندك، يعني مثلا لو عندك سكواد اساسي وسكواد تاني موجود على البنش وانت بتعمل روتيشن، برضو الموضوع مش هيبقى بالشكل الناس متخيلاه، فهيبقى اجهاد واستنزاف للعيبه. فانا بتمنى من كل قلبي الغاء البطوله اللي ملهاش اي لازمه دي، والهدف منها اصلا معروف ان هي مصالح معينه. عموما ده الكلام اللي جه لحد دلوقتي من الكاف، ان البطوله دي لو اتعملت مش هتكون تابعه للكاف خالص، وهتبقى تابعه للشركه او الشركه الرياضيه اللي هتتاسس دي هتكون هي المسؤوله عن كل الامور. دي كانت موضوعات حلقتي اليوم، اشوفكم على خير. Thank you.